ناحية اليمين أيمن أشرف، ناحية الشمال وأيضا أحمد حجازي ومحمود علاء، اثنين في اثنين سنتر باكس، وأيضا في وسط الملعب طارق حامد والنني، وفي الأمام تريزيجيه ومحمد صلاح وعبد الله السعيد، ومن أمامهم مروان محسن. دي التشكيلة الرئيسية اللي هيلعب بيها منتخبنا الوطني أمام حضراتكم على الشاشة، تشكيلة نفس مباراة الافتتاح مباراة زيمبابوي. إن شاء الله هذه المباراة ستكون أفضل، إن شاء الله المباراة دي هتبقى افضل بكتير من المباراه السابقه، ده اللي نتمناه يعني. الحقيقه امبارح كان معايا عدد كبير من نجومنا في الاستوديو، سواء كابتن عادل طعيمه او كابتن ماهر همامه او كابتن احمد بلال، الثلاثي اجمع على ان يجب ان يكون هناك ثبات في التشكيل خلال هذه المرحله وخلال هذه الفتره، لان ثبات التشكيل هو اللي بيؤدي الى النجاح في النهايه. قد يكون البعض معترض على بعض الاسماء في اولى المباريات او مباراه الافتتاح، خلينا نشوف بقى النهارده ماذا سيحدث في مباراه اليوم، وهي واحدة من المباريات الصعبة جدا. ما زالت مباراة منتخب أوغندا ومنتخب زيمبابوي موجودة لغاية دلوقتي أو بتتلعب حتى الآن، ولم تنتهي تقريبا في الدقيقة 70 من عمر المباراة، وما زالت النتيجة التعادل الإيجابي ما بين الفريقين، الدقيقة 80 من عمر المباراة وما زالت النتيجة التعادل ما بين الفريقين بهدف لكل فريق. هنقول لحضراتكم إيه اللي يخدم مصلحة مصر، بس قبل ما أقول اللي يخدم في مصلحة مصر عايز اقول لحضراتكم ان الموضوع بالنسبه لي ما يفرقش مين يكسب، زيمبابوي تكسب، اوغندا تكسب، اللي يكسب يكسب، ولكن انا كل اللي يهمني ان مصر تكسب المباراه النهارده. مصر لو كسبت مباراه اليوم ان شاء الله هتكون بنسبه كبيره جدا جدا في الدور التالي، وبالتالي هو ده اللي احنا عايزينه. بعد كده بقى نفكر شوف مين يكسب مين ومين يعمل ايه في المباراه الاخيره، لان مصر مطالبه ان هي تكسب كل مبارياتها بما فيها مباراه النهارده ومباراه ان شاء الله القادمة أمام أوغندا، لأنه أنت ما عندكش حاجة تانية، ما عندكش أي طريق آخر تلعب بيه أو أي نتيجة أخرى، أنت عندك الصدارة فقط. الصدارة هي من أو هي الحاجة اللي بيدور عليها منتخبنا الوطني والجمهور المصري بالكامل. عشان كده أنا بقول لحضراتكم أنا مش فارق معايا مين يكسب مين يتعادل، طبعا بنشوف المباراة علشان نعرف مستوى فريق زامبيا، مستوى فريق زيمبابوي ومستوى فريق أوغندا، خاصة أوغندا، احنا خلاص زيمبابوي، وبالتالي كل ده هنعرفه وكل ده هنشوفه، ولكن إن شاء الله بعد مباراة اليوم وفوز منتخبنا الوطني بهذه المباراة وثلاثة نقاط تضاف يا رب إن شاء الله إلى الثلاثة نقاط الأولى. خلينا أقول لحضراتكم الأخبار النهاردة.